أدم الصلاة على النبي فإنها مقبولة حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. أكثر عليه من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
هنقول كلمات في حبس النبي صلى الله عليه وسلم وفي مولده المبارك في هذه الأيام المباركة. الكلمات بتقول: جاء الضياء كالغيث للصحراء، روى القلوب العاشقات الماء، وأذاع نورا لا يخالط ظلمة، وأشاع عدلا في ذرى العلياء، نشر السلام محبة فاستسلمت مدد، وماج الخوف بالأعداء، قد حطم الأصنام ليس لجندها أمر، وباد الكفر بالبيداء، فمحمد أهل لذلك كله، فمحمد أهل لذلك كله، خير البرية أشرف الشرفاء. جاء الضياء كالغيث للصحراء، جاء نشر السلام، نشر السلام، نشر السلام، نشر السلام محبة فاستسلم، نشر السلام محبة فاستسلمت المدن، وما جاء الخوف بالأعداء، فمحمد أهل لذلك كله، فمحمد أهل لذلك كله، خير البرية أشرف الشرفاء. صلى الله عليه وسلم. قد كان أهل لذلك كله، أشرف الشرفاء، قد كان من لدن الإله هدية للعالمين بكامل الأنحاء. أسرى به الرحمن الأسرار.
بسرابه الرحمن بل أسرى به الرحمن بل أسرى للصفح والغفران والإعلان جال السماء جال السماء مع البراق تكوما ويمر مثل النجم الجوزاء سجدة وثناء صلى عليه الله في عليائه صلى عليه الله في عليائه والمؤمنون بسجدة سيدنا النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. شاكرين للدكتور احمد الغرمان.